اليوم انا نهضر على الثقاف والسحر والاضطرابات الجنسية، خصوصا مثلا عند الرجل. يعني الاكثرية في ليلة الدخلة مثلا، يعني الرجل ما تقدرش يدخل بالزوجة ديالو، ولذلك هنايا راه يقولوا الثقاف، راه مثقف ولا مسحور. وانا يعني بنفسي عاينت واحد الحالة، واحد الصديق ديالي اللي كان ملي كنا صغار، يعني كان بحال واحد الجمل. وداك الليلة ديال الدخلة هذيك، يعني مع تقريبا 3 الصباح 4 الصباح، وكانوا الناس يدقوا عليه في الباب واشياء من هذا القبيل، يعني اعطينا اعطينا ديالنا، ما بقاش ديالكم. وانا الرجل يعني ما استطاعش يدخل بالزوجة ديالو، ولذلك غدا لا غدا كانت واحد الفضيحة مثلا، والام ديالو تتبكي، والولد ديالي مثقف ومسحور وكاشياء من هذا القبيل. هو ما مثقف ما مسحور ما والو، فقط يعني داك الضغوطات النفسية، داك اللي تدخلها. واش كيفاش الرجل راه يدخل بالزوجة ديالو والناس يدقوا عليه في الباب مثلا، اعطيونا ديالنا ما بقاش ديالكم. يعني هذه الاشياء يعني ديال الصفيه، ولكن طبعا في العادات والتقاليد موجوده. ولكن علاش انا نهضر اليوم على هذه الحاله هذه بالضبط؟ انا ندوز لواحد السيد من اسبانيا، وداك السيد ملي كان في عمره صغير 19 عام، حلفت فيه واحد السحاره، قالت له والله العظيم انت عمرك ما تتزوج. ودابا اليوم طبعا في عمره 42 سنه ومازال ما تزوج. ولكن شنو هو القصه ديالو؟ هو علاش ما تزوجش؟ اولا هو ملي كان صغير ما كانش عنده شي رغبه جنسيه قويه، هذا اول حاجه. ثاني حاجه، يعني ملي كان في عمره 23 عام اتصاب مرض السكر، وهو ما عارفش في راسو بانه عنده مرض السكر. وهذه مشكله كبيره عند المغاربه مثلا، يعني مرض السكر اللي منتشر بزاف، والمغاربه الاكثريه ما تيديروا لا ريجيم لا حتى حاجه، وتيبقاو ياكلوا الحلويات، وتيطلع داك الخزان 8 9 10 11 12، المفروض على ان الخزان يكون عندك قل من 7. والسكر علاش؟ هذه القضيه ديال السكر مهمه جدا، لان اذا كان فيك مثلا مرض السكر وما تديرش ريجي وما تديرش رياضه والحاله النفسيه ديالك صبابا، ضروري ان يوقع لك ازمات كثيره. يعني هاد السيد طبعا اللي تنهضر عليه، ملي كان صغير هكاك تصاب مرض السكر، وما كان تيدير لا ريجيم لا والو لا حتى شي حاجه، ومن بعد فشلولو الكلاوي وماتولو الكلاوي بجوج، وبدا يدير الدياليز. هادي اكثر من تقريبا 10 سنين هو تيدير الدياليز. ولذلك الناس يتصابوا بحال دابا مرض السكر، مرض السكر هو السبب الاول العضوي اللي راه يعطينا اضطرابات جنسيه، خصوصا عند الرجل مثلا راه هنايا ما راه يوقعلوش انتصاب، وما تكونش عنده الرغبه الجنسيه، يعني ذاك الرغبه ما تتبقاش، خصوصا انتصاب. اذا مرض السكر هو اول مرض عضوي اللي تيعطي اضطرابات جنسيه عند الرجال. شحال من واحد مثلا تيجي عندي العياده تيقول لي الله يخليك انا عندي مشكل في الانتصاب، ملي تناخذ له السكر يعني بعد نوبات تنجبرو يعني طالع بزاف، وهو براسو ما عارفش بانه فيه مرض السكر. اذا هذه القضيه ديال رجعنا لهذه الحاله هذه، طبعا يعني هو دابا حاليا ما تيكونش عنده انتصاب وما عندوش رغبه الجنسيه، ودار 42 سنه وبغى يتزوج، سمع شي حاجه ما قال لك، يعني بعد ما تبقاش تسمعوا اي معلومات وتثقوا بها في الانترنت، ولا شي واحد قال هكا، سمع قال لك يمكن يديروا له شي عرق من الظهر ديالو ويديه ولا الذكر ديالو باش الدم مثلا يعني يزيد ويوقع له انتصاب، لان تتعرفوا على ان باش يوقع انتصاب الدم تيدخل يعني في الذكر في سكون ابيل لي كور كافيرنو، داك الدم يعني كل ما كانت يعني المسيرة الدموية مزيانة، كل ما القضية مزيانة انتصاب. ولكن لك الانسان مثلا راه مقلق ومعصب، يعني هنا عندئذ يعني ما تيمشيش الدم مزيان للذكر. طبعا يعني الناس تيصابوا مثلا مرض السكر، يعني الأكثرية تيتصابوا بالضغط، تيطلع لهم ليبرتونسيون، تيدخلوا شي دواء ديال التونسيون، كاين شي دوايات مثلا اللي حتى هما تيسببوا أزمات من ناحية اضطرابات يعني جنسية. إذا هي داك السحارة اللي حلفت فيه حقيقة، ماشي زعما هي تقفات ولا دارت له شي حاجة، يعني فقط أن الرجل عنده مشاكل في الانتصاب، مشاكل في الانتصاب عندها علاقة بمرض السكر. اذا ما حصلش نبقاو نتيقوا بحال هاد الاشياء من هاد القبيل، بعد النوبات راجل مثلا تيفشل في العلاقه الجنسيه، وهنا تقولوا لا راك مثقف ولا راك مسحور ولا اشياء من هاد القبيل. لا، عامه دائما وراء ما تكون شي اضطرابات جنسيه
تيكون شي مشكل، يعني بعد ما تقدر توقع اون بان، ماشي معناتو راك انك مثقف ومسحور اشياء من القبيل. ثم ماشي مزيان تعمر راسك بافكار من هذا القبيل، يعني لو كنتي مثلا انت يا مثقف او مسحور، يعني شي قوه خارجيه يعني ضغطت عليك وهي اللي تتمشيك وهي اللي سببت لك المشكل. وهنا عامه الناس حقيقه ما تيفهموش يحللوا، يعني باش يديروا التحاليل مثلا في هذه الحاله هذه، يعني هو فيه مرض السكر ومازال صغير وكان وقع له الفشل وتأزم في الحياه ديالو ملي كان صغير وبقى مأزم. إذن هنايا ما نعمروش راسنا بالافكار من هذا القبيل، انا مثقف انا مسحور اشياء من هذا القبيل. لا، كما اشرنا ليله الدخله مثلا كثير من الرجال ما تيقدروش يدخلوا بالنساء ديالهم، فقط لان تكون عليهم ضغوطات وعيان وكذا والمشاكل اللي باش تحضر للزواج، مشاكل ماديه وتوقعوا المشاكل والصداع، وتيجي 3 4 الصباح الراجل خاصو يدخل بالمراه والناس يدقوا عليه والثروه والاشياء من هذا القبيل، يعني مصيبه كبيره. هنايا الراجل تيكون عيان تعبان. وهنايا طبعا دائما تنقولها، ماشي لابد تدخل داك الليله وماشي لابد يكون داك القضيه ديال السروال والدم، وحسن مثلا العائله الاخرى تشوف الدم واشياء من هذا القبيل، لان داك الضغوطات النفسيه هي اللي تتسبب داك الفشل نقولوا في الجنس مثلا في الانتصاب. هذه معروفه عند الراجل مثلا، واخا بعد ما تيجيونا الشباب اللي تيكون صغير وتعرض لشي ضغوطات نفسيه وما تيقدرش يصير له انتصاب، ماشي معناته انه مثقف ولا مسحور، لا. يعني اي مثلا تاخذ لا فواتير جديده مثلا بي ام دبليو ومرسيدس وكذا، وبعد ما تقدر توقع لك اون بان، ماشي معناته على ان راها مسحوره ولا مثقفه. اي راجل كيما بغى يكون ساعه ساعه يقدر يطيح اون بان مثلا، لان عليه ضغوطات نفسيه وعليه مشاكل او مشاكل عضويه مثلا، بحال دابا مرض السكر، او هناك بعض الامراض العضويه اللي تقدر تعطينا حتى هي اضطرابات جنسيه. ولكن 90% ديال الاسباب ديال الاضطرابات الجنسيه هي نفسيه ماشي عضويه، تتبقى بين 5 و10% يعني عضويه. اذا هذه القضيه يعني مهمه اللي اشرت لها، بان الانسان سلطة الله في صحته. الناس اللي عندهم مرض السكر، لان السكر تضرب العينين تضرب القلب تضرب، يعني خصوصا كذلك الانتصاب ديال الذكر والرغبه الجنسيه. اذا الانسان يحافظ على الصحه ديالو، هذه القضيه مهمه. ثم انكم ما تعمروش يعني راسكم بشي افكار خاويه بحال هكا ديال الثقاف والسحور، او لا هي حلفات فيه وقالوا بان عمرك ما تجوج داك السحاره، يعني لا يفلح الساحر من حيث اتى، هذه يعني معروفه. اذا الله سبحانه وتعالى يعني تيسر الامور، وليس هناك قوه اقوى من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الساحر عامه المجموعه ديال السحره تيكونوا مجموعه ديال المشعوذين، هناك بعض الرقاد تاهما تيكونوا مجموعه ديال المشعوذين، وتيدخل لك في راسك ملي تيكون عندك شي مشكل سواء مشكل جنسي او غير، تيقول لك انت مثقف او لا انت مسحور او لا انت ضربتك العين، يعني افكار من هذا القبيل. حنا ماشي تنتعارضوا يعني مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم او لا معايا الايات القرانيه، ولكن ما حسناش نعمروا راسنا بشي افكار ديال بعض المشعوذين. الا كان فيك شي مشكل مثلا حسك تمشي عند الطبيب، يعني الطبيب عامة اللي راه يقلبك بحال هاد الحالة هادي، وهي اعتقد على انه داك المرأة اللي حلفت له بان راه تقفو وكذا، وهو فيه مرض السكر، مرض السكر حل لان كان عنده الخزان 12 13، قلت له واه هذا يعني مشكل كبير. اذا كانت هذه فقط هذه الحاله هذه باش نفسروا لكم بعد نوبات بعض الامراض العضويه اللي تقدر تعطينا اضطرابات جنسيه، ولكن كما اشرت 90% تكون الاصل فيها نفسي وليس عضوي. تنشكركم على المتابعه ديالكم، تنتمنوا تشاركونا دائما في الصفحه ديالي فيسبوك دكتور بنيشو، يوتيوب دكتور بنيشو، انستغرام دكتور بنيشو. طبعا مباشرة معكم كل يوم الاثنين على الساعة 10 بالليل إن شاء الله. فيما يخص طبعا نقولوا الفحص عن طريق الواتساب ممكن، ولكن فقط مش الاستشارة، يعني لأن راني تيجوني المئات والآلاف ديال الأسئلة، وإذا كان ما يمكنليش نجاوب على الأسئلة كاملة، يعني إذا كان شي واحد باغي الفحص مرحبا. يعني إذا الرقم ديال بالنسبة للناس اللي حصلوا من الفحص 06 64 00 65 50 06 64 00 95 50، وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.